السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو وكما عودتكم في الفيديوهات السابقة، فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، كشفت تقارير إعلامية إخبارية فرنسية بأن مهاجم ريال مدريد المشهور كريم بنزيما اتصل بعوار مجددا وشخصيا يوم أمس من أجل إقناعه مجددا باللعب وتمثيل المنتخب الجزائري. واتصل بنزيما كما قلت لكم بعوار بعد الإعلان ديشامب عن قائمة المنتخب الفرنسي والتي ستلعب مباراة فرنسا في الشهر الحالي، والتي شهدت غياب متوسط الميدان أولمبيك ليون حسام عوار. طبعا اعزائي المشاهدين، ساضع لكم يعني قائمه لاعبي المنتخب الفرنسي، لقد جلبتها من تويتر الخاص بالمنتخب الفرنسي، ساضعها هذا الجانب اعزائي المشاهدين، حيث شهدت تلك القائمه يعني عدم وجود اللاعب الذي اصبح يعني يتطول على المنتخب الجزائري، وقال انه يضع العديد من السسبانس حول يعني مستقبله واي منتخب سيمثل. وطبعا اعزائي المشاهدين، ديشامب يعني قدم له صفعه قويه ولم يقحمه في تلك القائمه التي ستلعب مباراه فرنسا في هذا الشهر الحالي. وكالعاده بنزيما يريد من عوار تمثيل المنتخب الجزائري والمشاركه في كاس امم افريقيا المقبله. طبعا اعزائي المشاهدين، اود ان اوضح نقطه صغيره، فان حسام عوار اتى اليه واتصل به شخصيا النخبة الوطني جمال برمادي، وطبعا بعد ذلك الاتصال وبعد يعني تلك التصريحات من جمال برمادي للصحافه، قال حسام عوار انه لم يتصل به ولم ياته اي خبر، وذلك مما اشعل غضب الناخب الوطني جمال برمادي. وبعد ذلك اعزائي المشاهدين، جمال برمادي اعد يعني قائمه للمنتخب الجزائري للمواجهه يعني غامبيا ووديه تونس. قال اعزائي المشاهدين، لن انتظر لا من حسام عوار ولا من ماكسيم لوبيز، طبعا من اراد ان ياتي فكان فلقد يعني قبل الدعوه. وطبعا اعزائي المشاهدين، لدينا البديل على هذين اللاعبين اللذان يعني يتطاولون على الناخب الوطني جمال برمادي ويضعون عليه العديد من السسبنس، وطبعا يكذبون حتى الصحافه الجزائريه انه لم يتصلوا بهم اعزائي المشاهدين. وهنا ينتهي هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد أعزائي المشاهدين في عالم كرة القدم، والسلام عليكم.